السلام عليكم. مهم جدا مع حضراتكم نعرف ان هناك محددات. هذه المحددات هي عوامل بتتحكم في زيادة الرقعة الزراعية. يعني مثلا على سبيل المثال حضرتك مش هتقدر تتوسع وتزود الرقعة الزراعية عندك وانت اساسا ما عندكش الكم الكافي من الاسمدة لزراعة هذه الاراضي الجديدة. فكان مهم جدا ان الدولة تتوجه نحو زيادة انتاجها من الاسمدة. رقم 2، حضرتك من اساسيات انتاج الاسمدة عندك هي الأسمدة الفوسفاتية. ومتخيل حضرتك لما بتكلم على إنه طن الأسمدة الفوسفاتية النهاردة بتكلف كام، وحضرتك كنت بتصدر هذا المنتج اللي هو الفوسفات نفسه اللي كان بيخرج من مناجم موجودة في مناطق مصر مختلفة، كان الطن بيخرج الفوسفات الخام بيخرج ب 30 40 $50. النهاردة عشان يدخل في صناعة الأسمدة الفوسفاتية الطن النهاردة بيتكلم في ما لا يقل عن $3000 $4000 للطن الواحد. فحضرتك العامل والشيء المهم جدا هو فكرة ان انا بدخل هذه الاسمدة او هذه المواد الخام في صناعات تضفي لها قيمة مضافة، فبتزود منها وبتزود من قيمتها. حضرتك دايما كان الشائع ان احنا كانت ثرواتنا منهوبة، او ما يقال ان ثروات وتحديدا المواد الخام اللي عندك اللي كنت دايما بتعتمد على الحصول منها على دخل عن طريق تصديرها، وبالتالي كنت بتصدرها مواد خام ترجع لك على هيئة اشكال مصنعة، وكان منها الاسمدة اللي انت كنت من الدول المستوردة للأسمدة في العالم. تعال شوف النهاردة الوضع اتغير وبقى عامل ازاي. اولا نحن نتحدث عن 3 انواع من الأسمدة، اضافة لنوع رابع من الأسمدة اسمه الأسمدة المخلوطة. النوع الاول اسمه الأسمدة الفوسفاتية، النوع الثاني اسمه الأسمدة الأزوتية، والنوع الثالث اسمه الأسمدة البوتاسية، والنوع الرابع اللي قلت لك عليه الأسمدة المخلوطة. ده نوع انت عندك عجز فيه بالفعل اللي هي الأسمدة المخلوطة. اما الأسمدة الفوسفاتية والأسمدة الأزوتية فعندك انتاج يكفي وعندك فائض للتصدير، اما الاسمدة البوتاسية فلازال عندك فيها عجز. اذا انت كنت بالاساس بتعتمد على استيراد في الاسمدة الازوتية والاسمدة الفوسفاتية. خد عندك رقم مهم جدا، انت بتتكلم على النهاردة وانا بكلمك بتصدر اسمدة ل 56 دولة في العالم. متخيل انا كنت بتكلم على دولة مستوردة، بعدين بدأ بعد دخول مصنع الاسمدة الفوسفاتية في العين السخنة بدأ انتاجك وصادراتك تزيد، بعدين وصلت 40 دولة، بعدين وصلت لاخر يعني حديثا او مؤخرا 56 دولة. اخر دولة بتستورد منك الاسمدة الفوسفاتية هي استراليا. جم عندك بفرق هنا وظلوا يركبوا المصانع لمدة زمنية، وبعد 6 شهور من المتابعة سمحوا لمصر بتصدير الاسمدة الفوسفاتية. لمين؟ لاستراليا. فانا بكلمك على اطار عمل وصل بيك لانك تكون يعني بتصدر الأسمدة الفوسفاتية لأكثر الدول تشددا ومن أكثر الدول مراعاة لمعايير السلامة والجودة فيما تستقبله من واردات. فأنا بكلمك على ما يحدث الآن. بالإضافة لده في 2019 مصانع الأسمدة الفوسفاتية كان عددها 9 مصانع، 9 مصانع تابعين لشركة النصر للكيماويات الوسيطة بالعين السخنة. تخيل حضرتك أنه هذه المصانع كيف تدار؟ مصانع بتحتاج لطاقة اللي هي الكهرباء، مصانع بتحتاج لغاز طبيعي، مصانع بتحتاج لأيدي عاملة، مصانع بتحتاج لمياه عشان تعمل، مياه عذبة. حضرتك متخيل ان هذه المصانع عشان تقدر تعمل دخلت محطات التحلية تحلي مياه البحر الأحمر وتصل بها بمواسير لهذه المصانع، سواء مصانع الأسمدة الفوسفاتية أو الأسمدة الأزوتية اللي هما الستة المفتتحة حديثا، عشان تحلي في مراحل كام و 20,000 متر مكعب في اليوم. ثم وصل النهاردة كم التحلية ل 48,000 متر مكعب مية في اليوم الواحد عشان تقدر تخدم هذه المصانع في صناعتها، ثم تعيد استخدام نفس المياه في غرض اخر او شيء اخر ممكن زراعة عشان تقدر انك تحافظ على البيئة في هذا المكان. عايز اقول لحضراتكم انه الانتاج النهاردة وصل لنتائج مبشرة جدا، واكد ليك لم تكن مصر لتستطيع انها تستصلح اراضي جديدة دون الاعتماد على مصانع الاسمدة سواء الفوسفاتية او الازوتية، دون تحقيق الاكتفاء الذاتي من الاسمدة. النهاردة انت بتعمل قيمة مضافة كبيرة جدا من الغاز. تخيل حضرتك ان الغاز اللي احنا بنتباهى بتصديره واللي انت بتحقق فيه مراكز ل14 عالميا مثلا في اكبر الدول المصدرة او المنتجة للغاز الطبيعي، تخيل حضرتك ان انت تستخدم هذا الغاز محليا في صناعة محلية زي صناعة انتاج الاسمدة بيكون له عائد اكبر من تصديره. مش مصدقني؟ تعال نسمع هذا الجزء عندما تحدث عنه الرئيس. انا بقول الكلام ده لينا كلنا عشان تعرفوا ازاي الموضوع بيخرج للنور. طب لو ما عندناش الغاز هنعمله؟ يبقى هنستورد غاز ونعمل ودي موضوع تاني خالص، لكن احنا بنتكلم عشان نستخدم دايما. وبالمناسبة
الغاز الطبيعي افضل استخدام ليه مش انك انت تبيعه كوقود، انك تبيعه عشان يخش في صناعه يعني قيمه مضافه اخرى. تعال بقى نشوف ايه اللي بيحصل من انتاج الاسمده الازوتيه النهارده. افتتاح مصانع، 6 مصانع في ايضا منطقه العين السخنه لانتاج الاسمده الازوتيه بطاقه انتاجيه بحسب كلام رئيس شركه النصر حوالي 1,700,000 طن في السنه. متخيل معايا ان انا بتكلم على 6 مراحل. لو جينا نعدد كم الانتاج من هذه المصانع، يعني مثلا مصنع الامونيا السائله طاقه انتاجيه 400,000 طن في السنه، مصنع اليوريا السائله 300,000 طن في السنه، مصنع سماد اليوريا المحببه 300,000 طن ايضا في السنه، مصنع حامض النيتريك حوالي 165,000 طن في السنه، مصنع نترات النشادر 200,000 طن في السنه، مصنع نترات النشادر المحببه 300,000 طن في السنه. حضرتك شايف الارقام عامله ازاي؟ ولما تيجي تبص على الهدف اللي انت بتستهدفه انك يعني تستصلح كم كبير من الاراضي، 3.5 مليون فدان تضيفهم للرقعه الزراعيه الموجوده، ده عشان تقدر تعمله، تاكد على العوامل المختلفه اللي بتخدم هذا الهدف، واللي منها واللي احد اهم تلك العوامل هو انتاج الاسمده. حضرتك يعني لما تدرك ان هناك عوامل مختلفه تراعي كيفيه استخدام تلك الاسمده، في حاجة اسمها قاعدة بيانات خصوبة التربة الزراعية في مصر، دي قاعدة بيانات منشأة حديثا. ايه غرضها؟ انا النهاردة بدرس خريطة الاراضي الزراعية في مصر، نسبة خصوبة التربة في المناطق المختلفة في المحافظات المختلفة، بتكلم فيها على معايير مختلفة، بتكلم فيها على ما في هذه التربة من نسبة ملوحة، بتكلم على ما فيها من كربونات كالسيوم، بتكلم على فيها من سلفات كالسيوم، نيتروجين، فسفور، نحاس، منجنيز، نيتريك، عوامل مختلفة ومعادن مختلفة. لما بدرس هذه العوامل وهذه المعادن بقدر أصرف الأسمدة بما يناسب ويراعي تلك الظروف الخاصة بالتربة، وعليه فأنا لا أهدر في كم الأسمدة. حضرتك هناك هدر في كل شيء، يعني مثلا من العوامل اللي بتراعى النهاردة في الدول، كل الدول النهاردة بتتباهى بما توفره عامل التوفير في صناعاتها المختلفة. في الطاقة مثلا تقدر توفر قد إيه من وحدات الغاز اللي عندك من الهدر. النهاردة أنت بتحاول أنك تعمل ده في جانب الأسمدة، وعشان تعمل ده في جانب الأسمدة لازم تضع السماد المناسب للتربة المناسبة بما يلائم كل العوامل اللي أنا كلمتك عنها، وأيضا هناك عوامل أخرى لم أذكرها. فبالتالي ده بتضعه في الحسبان، إضافة كمان لأنك بتضع في الحسبان ما يسمى بالتراكيب المحصولية حينما تنتج الأسمدة اللي عندك في مصر. يعني حضرتك تراكيبك المحصولية هتحتاج أنهى أنواع من الأسمدة، فوسفاتية ولا أزوتية ولا غيره، هتحتاج كم قد ايه من الاسمده بناء على نوع المحصول وعلى كم الاراضي اللي بيزرع منها هذا المحصول، وبناء ايضا على خصوبه التربه زي ما قلنا لحضراتكم، وبناء على كم الاراضي اللي انت هتبدا بها توسع افقيا. هناك نوعين من التوسع، التوسع الافقي ان حضرتك بتزرع يمين وشمال الدلتا في اراضي شمال سيناء ووسط سيناء وفي الغرب في اراضي الدلتا الجديده، ثم في مشروع توشكا الخير اللي هو توشكا الجديده والاراضي الجديده اللي في الجنوب الخاص جنوب الوادي، كل ده توسع افقي. وهناك توسع رأسي ان انت بتزود من كفاءة الاراضي الزراعية القديمة الموجودة في الوادي والدلتا، بتحاول انك تزود من كم الانتاج المحصول منها بمحاصيل قصيرة المدة الزمنية، محاصيل عالية المقاومة لملوحة التربة، محاصيل ايضا عالية المقاومة وتتماشى مع تغيرات المناخ، محاصيل عندها مرونة في التعامل مع هذا النوع من الظروف، وايضا التغيرات المناخية من العوامل اللي انت بتراعيها في انتاج الاسمدة عشان تشوف هل الاسمدة اللي عندك هتستخدم مع انهي نوع من المحاصيل بالضبط. عندك ايضا نظم الري وعندك السوق العالميه الى من تستهدف يعني تصدير تلك الاسمده. في وقت بتسعى فيه الدول لتوفير احتياجاتها والاقتصار عليها ذاتيا وداخليا من الاسمده، انت بتسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي ونجحت في ذلك في زراعات مختلفه او انواع معينه من الاسمده، وبتسعى ايضا لتغطيه كم كبير جدا من الاسواق العالميه من الاسمده، خاصه ان احنا كنا بنقول دايما احنا بنصدر المواد الخام ونحصل عليها صناعه بقيمه مضافه. النهارده انت بتعمل ده، لكن هذه المعلومات لا تصل للناس بشكل كامل. اقول لحضرتك انه على سبيل المثال في سنه 2020 كانت الطاقه المعتمده نسبتها فقط 35%، حاليا بتغطي 70%. مستهدف مستقبلا على سنه او سنتين مستقبل انك تغطي احتياجات 100% من الطاقه المعتمده عشان المزارع ما يعتمدش على الطاقه الخارجيه. ده النهاردة أمن قومي وأمن غذائي بيستخدم النهاردة كوسيلة ضغط سياسية من قبل الدول المصدرة للغذاء على الدول المستوردة لهذا الغذاء. وده يفصل لحضراتكم أسباب مختلفة لما يحدث اليوم من
حركات وتغيرات في اتفاقيات مصر خاصة بما يتعلق باتفاقية الحبوب مع الدول المصدرة للحبوب وحتى الدول المستوردة للحبوب. النهاردة تأمين الاحتياج الغذائي عشان الدولة ما تلويش دراعها من قبل أطراف خارجية تسعى للحصول على مكاسب على حساب الدولة. وأيضا هناك كل الدول بتحصل معها كده، كل الدول المستوردة بتسعى الدول الأخرى للحصول منها على مكاسب في ظل الظروف الحالية اللي بتحدث حول العالم. نتمنى نفهم التصور والشكل الصحيح لما يحدث. النهاردة إن شاء الله تحدثنا عن موضوع الأسمدة وأهمية صناعة الأسمدة وافتتاح مصانع الأسمدة. المهم جدا نفهم أن هناك أبعاد خفية لازم نظهرها لحضراتكم عشان تعرفوا أنه ما خفي أعظم. بشكر حضراتكم جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.